السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو السابع من دروس الشيمياء أورغانيك، في هذا الفيديو إن شاء الله سنعطي الاسم ديال هذه الجزيئة الممثلة أمامكم. أول أمر كنديروه قبل ما كنسميو حتى أي جزيئة هو أنني كنحدد لاشين برينسيبال، تحديد السلسلة الكربونية الرئيسية كيطلب شروط. الشرط الأول هو خصها تحتوي على اكبر عدد من الروابط متعددة. هنا ما عندي حتى شي دوبليزون ولا تريبليزون، اذا كندوز الشرط الثاني. الشرط الثاني هو انها خصها تكون اطول سلسله ممكنه. كما كتلاحظوا غادي نبقى نحسب عدد ذرات الكربون، واطول سلسله كربونيه هي اللي تحتوي على اكبر عدد من ذرات الكربون. اذا نبدا 1 2 3 4 5 6، اذا هنا عندي 6 ذرات الكربون. كذلك الامر بالنسبه لهذه السلسله الثانيه، كذلك الامر بالنسبه للسلسله الثالثه، السلسله الرابعه 1 2 3 4 5 6، اذا هنا 6 ذرات الكربون. الى حسبت السلسله الاخرى غادي نلقى 7 ذرات ديال الكربون، 1 2 3 4 5 6 7، اذا 7 هو اطول سلسله كربونيه. اذا هذه هي السلسله الكربونيه الرئيسيه، لاشين برينسيبال بالنسبه لهذه الجزيئه. اذا المرحله الثانيه من بعد تحديد السلسله الكربونيه الرئيسيه هي الترقيم، نوميروتاسيون. كنرقم بحيث نعطي الرابطة الثنائية نعطيها أصغر رقم، هنا ما عندي حتى شي رابطة ثنائية، وكنرقم بحيث نعطي السيبسيسيون أصغر رقم. إذا في الترقيم في بالنسبة لهذه الجزيئة كنريزوني على لي سيبسيسيون. لي سيبسيسيون هما هادو، السيبسيسيون الأول، السيبسيسيون الثاني، السيبسيسيون الثالث. كنريزوني على هاد لي سيبسيسيون خصني نعطيهم اصغر رقم. الطريقه هو انني عندي جوج ديال الاحتمالات، يا اما نبدا من اليسار 1 2 3 4 5 6 7، نعطي السيبسيسيون الاول رقم 3، نعطي السيبسيسيون الثالث رقم 4، الثالث السيبسيسيون الثالث نعطيه الرقم 5، وكنجمع الارقام 3 زائد 4 هي 7 زائد 5 هي 12. اذا في هذا الاتجاه هذا اللي بديت من اليسار كنعطي المجموع ديال لي سيبسيسيون عندي هو 12. الا بديت من اليمين 1 2 3 4 5 6 7، نعطي السيبسيسيون الاول رقم 3، الثاني 4، الثالث 5، 3 زائد 4 7 زائد 5 12. اذا في هذه الحاله الا بديت من اليمين ولا من اليسار هو نفس الشيء، يعني بديت من اليسار لقيت 12، بديت من اليمين لقيت 12. غير بالنسبه لهذه الجزئيه، اما بالنسبه للحاله العامه هو انني بالنسبه لشي جزئيه اخرى، الا بديت من اليسار ولقيت 12 وبديت من اليمين ولقيت 14، كناخذ الاتجاه اللي عطاني 12، الاتجاه اللي عطاني اصغر رقم. هذه هي الطريقه العامه اللي غادي تنفعكم في جزئيات اخرى باذن الله. اذا هنا اختاريت نبدا من اليسار في الترقيم 1 2 3 4 5 6 7. ثاني حاجه هو انني كنسمي لي سيبسيسيون. السيبسيسيون الاول عندي بي ار، وقلنا بان لكن هذا بي ار هو عباره عن هالوجين، والهالوجينات هما الفلور والكلور والبروم واليود، كاين اربعه. الا كان فليور لكان فليور عباره عن سيبسيون كيتسمى فليورو، لكن سائل بروم كلور كيتسمى كلورو، لكن بي ار بروم كيتسمى برومو، لكن اي يعني اليود كيتسمى يودو. اذا هنا عندي كندير البوزيسيون ديال السيبسيسيون، كندير بوزيسيون ديال السيبسيسيون وكنعطي الاسم ديالو. عندي هنايا بي ار يعني 3 البوزيسيون ديال السيبسيون 3، برومو السيبسيون الثاني كندير بوزيسيون ديالو 5 5 5، تيري قلنا كنفرقوا ما بين الرقم والاسم بتيري، كنفرقوا ما بين الرقم والاسم بتيري، وكنفرقوا ما بين الرقم والرقم فيركول 5، بوزيسيون 5، ذرات الكربون رقم 5 كاينه فيها ميثيل، سيبسيون ميثيل، كنزيد له حيت ذرات الكربون واحده ميت غادي كان ميت، وحيت هو السيبسيون كنزيد له هاد ايكغيك ال ميثيل، ديما السيبسيون كنزيد له ايكغيك ال ميثيل. الا بالنسبه لهاد البي ار هاد لي زالوجين ما كنزيدلوش ايكغيك ال. برومو كان هنايا بي ار كنسميه برومو، كان اف كنسميه كلورو فليورو، كان سي ال كنسميه كلورو، كان اي كنسميه يودو. اذا 5 ميثيل في البوزيسيون 4 في بوزيسيون 4 كنسمي هاد السيبسيسيون، هاد النوع ديال كون ان سيبسيسيون اي لو ميم سيبسيسيون اون ليكري اونتر بارونتيز، يعني هاد النوع ديال لي سيبسيسيون اللي كيكونوا متفرعين كيتكتبوا ما بين قوسين. يعني ندير لو بوزيسيون ديال السيبسيون 4
أربعة تيري كنفتح قوس. هاد السيبسيون كن 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 بدوره كن نحدد لاشين برينسيبال ديالو اللي هي بزرق واحد جوج اطوال سلسله واحد جوج. الا حسبت هذه هي لاشين برينسيبال ولا حسبت هذه هي لاشين برينسيبال او اللي حسبت هذه هي لاشين برينسيبال نفس الشيء، حيت غتكون عندي جوج ذرات ديال الكربون في كل حاله، واحد جوج واحد جوج واحد جوج. اذا اي سلسله اختاريتها كسلسله رئيسيه ديال ديال السيبسيون فهو الامر صح. اذا اختاريت هذا اللي بالازرق واحد اثنان، وكنسمي السيبسيون بطريقة عادية، يعني في الان ان ان فيرغول ان تيري دي ميتيل، عندي دي ميتيل دي كتاني زوج ميتيل ميت ذرة الكربون، عندي جوج ديال لي ميتيل دي ميتيل، عندي جوج ذرة الكربون في لاشين برانسيبال يعني ات، وهو السيبسيون كنزيد له ايكغيك ال وكنسد القوس. كندوز دابا لاشين برانسيبال، كنحسب عدد ذرة الكربون سبعة، قلنا سبعة كيوافق له غاديكال هبت هبت، وحيت هو الكان زيد كنزيد له كنزيد له هاد كنزيد له هاد التيرمينيزو ان ا ان او. اذا دابا الامر الثاني هو انني هو انه شكون اللي كيحدد الترتيب ديال هاد لي سيبسيتيون. الا لاحظتوا الا درت 5 ميتيل 3 برومو، الا صبغت 5 ميتيل قبل من 3 برومو كيكون الاسم غلط وكيتحسب خطأ في الاكزام. الا لاحظتوا في الاسم ديال التصميم ديال الاسم ديال الجزيئه في سابقا كيفاش عطينا التصميم ديال الجزيئه، ان عطينا السيبسيون هو الاول متبوع بلاشين برينسيبال متبوع بهاد لي تيرمينيزو ان او ان او ايغريك ان او. الا لاحظتوا هاد السيبسيون قلنا بار اوردر الفابيتي الفابيتيك، يعني الا كانوا بزاف كيترتبوا حسب لي زالفابي ديال الفرنسي، يعني ا بي سي دي الى اخره. كما كتلاحظوا هنا في الـ في الـ في, في الاسم في البدايه ديال الاسم ديال السيبسيون مكتوب الحرف الاول متبوع بلون مغاير بالزرق برومو باش يبين بانني كنرتب هاد لي سيبسيون حسب ترتيب الاباجيد، كنحط ترتبو حسب لي زالفابي بي برومو كيبدا بي وميتيل كيبدا بام، يعني في لي زالفابي بي كتسبق ام. اذا غنسبق برومو على ميتيل، هذه هي الطريقه ديال الريزونمون. ما كنديرش الخطا الشائع ما بين الطلبه هو انني ملي كنحدد لاشين برينسيبال وكنحدد الترقيم كيبقاو يسميو برومو يسميه هو الاول متبوع بال بهاد السيبسيسيون السيبسيسي متبوع بهاد السيبسيسيون الثالث. هذه طريقه خاطئه، ما كنرتبش حسب الترقيم، كنرتب حسب لي زالفابي، وديما هاد السيبسيسيون السيبسيسي كيكون هو الاخر في لي سيبسيسيون. كنرتب لي سيبسيسيون العاديين حسب الحرف الاول، وكندير اخر سيبسيسيون كندير هو السيبسيسيون السيبسيسي. الا كان هو الاول كان غير هو كما في هذه الحاله كندير هو الاول، راه هو الاول. هذه هي الطريقه الصحيحه. بالنسبه لهذا الاسم الثاني اللي هنايا هو نفس الطريقه 3 برومو 5 ميتيل 4 ولكن هاد السيبسيون السيبسيسي عوض من نسميه بطريقه العاديه كنكون حافظو انايا عن طريق الجدول اللي عطيتكم في الفيديو في الفيديوهات السابقه. هذا الجدول هذا الا لاحظتوا هاد السيبسيسيون هذا اللي من كيشبه هنايا فين هو في هذا الجدول هذا، هو هذا سي اش 3 شو سميتو لو لون سيستيماتيك، يعني لو لون اللي كنت هاد الاسم اللي كنت علمو نسميوه دابا ان ديميتيل ايتيل. لاحظتوا هنايا ان ديميتيل ايتيل، اذا هو هاد السيبسيسيون، هو هذا عنده لو لون كورون اللي كيتحفظ، هذا كيتحفظ تيرت بيوتيل سميتو تيرت بيوتيل، يعني عوض هاد شنو الفائده ديال انك تحفظ هاد الجدول هو انك كيساعدك تقدر تغلط هنا في الاسم ديال هاد السيبسيون، خصك تحدد لاشين برينسيبال ديالو وتحدد هاد السيبسيون ديالو. يمكن لك تحفظ هاد النوع ديال السيبسيون اللي كيكون عنده ثلاثه، هنا راه سي اش 3 هنا سي اش 3 هنا سي اش 3 هنا غير سي، يعني هاد السيبسيون هذا هو هذا في الجدول، هو هذا في الجدول سميتو تيرت بيوتيل، يعني عوض ما تكتبيه تسميه بالطريقه اللي كنتعلمو دابا تكون حافظو في ليكزام وتسهل عليك المأمورية ودير تيرت بيوتيل هيبتان.
إلى هنا ينتهي هذا الدرس. انتظرونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر جيم وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد الفيديوهات القادمة إن شاء الله. في الفيديوهات القادمة سنناقش التسمية ديال بقية الجزئيات، هذه الجزئية الجزئية الثالثة والجزئية الرابعة والجزئية الخامسة والسادسة والسابعة. إلى اللقاء.